السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. اليوم غنديرو واحد التمرين بخصوص المتتاليات. طون كيف ما شفنا في الفيديوهات اللي فاتوا اننا درنا متتاليات عددية عادية، يعني كنحدو الرتابة وكنحسبو لا صوم ديال مجموع الحدود، وزعما شفنا جميع انواع زعما التمارين. اليوم خدينا واحد التمرين متتالية علاقتها بدالة، يعني غادي ندرسو دالة اون فونكسيون ديال هذيك المتتالية، مفهوم؟ دونك نعتبر المتتالية العددية المعرفة بما يلي. المهم او ان بلس ان، دونك او ان ما عنديش، خصني نحاول نستخرج او ان. المهم غادي نشوفو كيفاش. وعندنا واحد الدالة اف اللي معرفة ليا في اغ على هذا الشكل هذا كيف ما كنشوفو. المهم غادي نشوفو بان هاد اف عندها نفس الشكل ديال هاد او ان بلس ان، يعني اف دو او ان كتساوي او ان بلس ان. دونك السؤال الاول بين ان اف هاد لانتيغفال ديال موان زان زيرو ين ضمن موان زان زيرو، يعني نفسه كيف ما شفنا في الدرس. هاد الخاصية هادي تقول ولا تحيلنا على واحد الكونديسيون، يعني إذا كانت او ان، يعني إذا كانت اف كتحقق لي هاد الشرط هذا وكونتينيو و يو ان متقاربة، فإن النهاية ديال ديك يو ان هي حل المعادلة ديال اف دو اكس يتيكال اكس. المهم غادي نشوفو داكشي. يستنتج أن يو ان ضمن هاد المجال هذا، يعني موان زان زيرو اللي هو نفسه. المهم دراسات الرتابة استنتج أن يو ان أنها متقاربة، و المهم يعني نفس داكشي اللي عطاونا في الدرس غادي نحاولوا نتخطيوه في التمرين هذا باش نحاولوا نميتريزوه مزيان. دونك يمكن لكم تحبسوا الفيديو وتجاوبوا على التمرين، ومن بعد تشوفوا التصحيح ديال التمرين. نبداو على بركة الله. صحيح، السؤال الاول قال لك سيدي بين ان اف دو موان زان زيرو اونكلي دو موان زان زيرو، فهم؟ بحيث ان اف دي اس كتعطينا هاد العجب هذا، عطاوها لي على هاد الشكل. دونك كيف ما كنشوفو او كيف ما كنعرفو باش نبينو هاد المتفاوتة هادي. دونك شنو كتعني لي ان اف دو موان زان زيرو ضمن موان زان زيرو؟ يعني ان مهما يكون اكس ياك ينتمي لذاك المجال، يعني موان زان زيرو موان زان زيرو، فان اف دو اكس كيبقى ينتمي الى موان زان زيرو، مفهوم؟ يعني يكفي انني الى بينت هاد لا كونديسيون دونك كتحقق لي هاد كتحقق لي هاد، يعني اكس كتنتمي لموان زان زيرو، الصوره ديالها كتبقى ضمن موان زان زيرو، يعني الصوره ديال المجال كتبقى ضمن هاد المجال واللي هو مجال نفسه. حنا ما عندناش مشكل، يعني نحسبوا غير الصوره ديال هاد المجال هذا، مفهوم؟ نبداو. دونك مهما يكون اكس ينتمي الى موان زان زيرو، شنو كيعني لي هذا؟ بان اكس محصور ما بين موان زان و زيرو، ياك الشباب؟ يمكن لي ندخل اف على الاطراف كاملين، ولكن باش ندخلها خصني نعرف كيفاش بعدا دايره اف، واش تزايديه ولا تناقصيه. دونك عندي هذيك الطريق الاولى، اني نمشي ندرس الرتابه ديال اف، وعندي الطريق ديال انني نمشي انطلاق المد اكس هذه نخرج هاد اف دو اكس، يعني ندير نحاول ناطر هاد اف دو اكس، يعني انطلاقا من ان اكس اونتر 0 اي موان زان، مفهوم؟ المهم نقدروا نديروهم بجوج ديال الطرق. دونك لدينا ان اكس اونتر موان زان اي 0 سو كي ايكيفالون ان سو كي امبليك ان نزيد واحد على الاطراف كاملين اونتر 0 اي 1، ياك؟ الى رفعت اوسي 2 دونك ندير هادي او كاري. اذا كان اكس اونت موان زان اي زيرو، فان اكس مربع ينتمي الى زيرو اه، ياك الشباب؟ دونك الى زدت ليه حتى هو لو ان باش نجبد داكشي في المقام غيكون اونت زيرو اي ان او اونت ان اي دو. الى دخلت لوغاسين غندخل لوغاسين، يعني لوغاسين اصلا راه بوزيتيف. المهم entre 1 et racine de 2، مفهوم؟ المقلوب ديال هادي، دونك المقلوب ديال 1 sur racine ديال 1 plus x كاري غيكون محصور ما بين 1
او لو غاسين دو 2 سور 2. مفهوم؟ منين جاتنا هاد لو غاسين دو 2 سور 2؟ يعني هي راه هي 1 سور راسين دو 2. مفهوم؟ إلي ديريكتومون راسين دو 2 سور 2. هادي هي كفكرة. بون، يمكن لي دابا نضرب هاد الأطراف هادو، حيتاش عندي اف كتكتب لي على داك الشكل، كتكتب لي على 1 بلس اكس سور راسين ديال 1 بلس اكس كاري. Ce qui implique un 1 plus x sur le racine de 1 plus x carré. Yac. Entre h et h, y a ni le 1, ça fait 1. Et entre 0 et racine de 2 sur 2. Yani, akbar qat'an, menesh, le racine de 2 sur 2. Enfin, ou, smahouli, chef, ou le racine de 0, yani, adat la multiplication. Enfin, yani, akbar moins 0. سو كي امبليك اشنو خصني ندير؟ يعني خصني نحاول نقص غير الموان في هذا العجب هذا. يعني ندير الا نقصت واحد على الاطراف كاملين غتعطيني هي 1 بلس اكس سيغ لو غاسين ديال 1 بلس اكس كاري موان زان. نقص لو او اكبر اصغر قطعا نقص لو 1 في اطراف كاملين. انا عندي زيرو غير صافي ناقص ناقص واحد سي موان زان. وين نقصت من واحد نقص منه واحد، يعني واحد ناقص واحد سي زيرو. مفهوم؟ ومن هنا تحققت لي ان اف دو اكس راها محصورة ما بين موان زان اي زيرو. مفهوم؟ دونك هاني بينتها. ومنه ان اف دو موان زان زيرو انكلو دو موان زان زيرو. مفهوم؟ كيبقى في نفس المجال. هادي كتعني بان اف دو اكس ينتمي الى موان زان زيرو. مفهوم الشباب؟ هل لولا بيناها نديرو الطريقة الثانية، يعني الطرق بجوج راهم صحاح، يعني سواء مشيت بهذه العملية ديال التأطير سواء مشيت درست الرتابة ديال اف. باش ندرسو الرتابة، عندي اف قابلة للاشتقاق المجال اغ على اغ كاملة، حيتاش المهم خارج ومجموع دوال قابلة للاشتقاق. قابلة للاشتقاق اف قابلة للاشتقاق على اغ. علاش؟ لأن اف عبارة أو خارج عبارة عن خارج ومجموع، المهم ومركب دوال قابلة للاشتقاق. قابلة للاشتقاق ياك. ما عليناش، مهما يكون اكس ينتمي الى اخ، فان اف بريم دو اكس اش كتعطيني؟ عندي هي 1 بلس اكس سيغ لو غاسين ديال 1 بلس اكس كاري موان زان لو تو بريم ياك. اش كتعطيني في المقام؟ يكون هو كان دابا عندي على شكل اف سيغ جي، كيف ما كنعرفو اف سيغ جي اللي هي كتساوي جي كاري المشتقة ديالها هي جي كاري اف بريم فوا جي موان اف فوا جي بريم ياك. جي هي راسين دو 1 بلس اكس كاري، هي درت ليها او كاري عطيني هي 1 بلس اكس كاري ياك. المشتقة ديال اف اللي هي 1 فوا جي، جي هي لو راسين دو 1 بلس اكس كاري موان اف فوا جي بريم. اف هتبقى هي نفسها 1 بلس اكس مضروبة في جي بريم، جي بريم اللي هي لو راسين دو اكس دو 1 بلس اكس كاري. المشتقة ديالها شنو هي؟ هادي عبارة عن لوغاسين ديال اف. إذا كان المشتقة ديالها كتعطيني اللي هي 1 سيغ 2 لوغاسين دو اف ياك. على هاد الشكل ولا كانت اف كندير اف بريم. فهم؟ يعني ندير هي المشتقة ديال هادي داخل اللي هي 2 اكس على 2 غاسين ديال 1 بلس اكس كاري ياك الشباب. 2 غتمشي مع 2 غتبقى اكس سيغ لوغاسين دو 1 بلس اكس كاري، يعني هي اكس سيغ لوغاسين ديال 1 بلس اكس كاري. مفهومة؟ دونك هتساوي ليا نوحد المقام، المقام الموحد الفوق اللي هو 1 بلس اكس كاري الفوق. اذا ضربت هادي في 1 بلس الراسين ديال 1 بلس اكس كاري عطيك ليا 1 بلس اكس كاري موان نشر هادي اللي هي 1 فوا اكس سي موان اكس، اكس فوا اكس اكس كاري مع هاد موان سي موان اكس كاري. مفهوم؟ موان اكس كاري غتمشي ليا مع اكس كاري، غتبقى ليا 1 موان اكس. هادي لو تو سيغ 1 بلس اكس كاري ياك الشباب. ا سيغ بي سيغ سي سي ا سيغ بي فوا سي، يعني هادي غتولي جداء في هادي، يعني هي 1 بلس اكس كاري لو غاسين ديال 1 بلس اكس كاري فوا هادشي الفوق، يعني 1 موان اكس لي غيبقى ليا. مفهوم؟ هادي يمكن لي نكتبها على شكل لو غاسين تخوازيام، يعني 1 موان اكس سيغ لو غاسين تخوازيام ديال اش ديال 1 بلس اكس كاري. مفهوم؟ كيفاش هادي جاتنا؟ يعني
كيف ما كنعرفوا ان هي ا فوا لوغا سين دو ا، يعني هي ا فوا لوغا سين دو ا، لو بويسونس ديالو اللي هو واحد مضروبه في البويسونس ديال هاد ديال لوغا سين دو ا. لوغا سين دو ا هو ا على بويسونس ان دومي، ياك، اللي هي ا الا كان ا نفس لا باز يعني الجداء ديالهم، يعني كتجمع البويسونس ان دومي بلس ان سي 3 دومي، مفهوم؟ يعني هاد 3 دومي يعني لوغاسين دو ا على بويسونس 3. سمحوا لي الشباب، انا عندي دعاس لوغاسين 3 اعتذر. حيتاش دابا هكا باش كنتاكد من الامور واش عندي فغي ولا لا، مفهوم؟ لوغاسين انيام يعني هي كتولي ان سوغ ان، ملي كتكون لوغاسين انيام ديال واحد ا هو لو بويسونس على بويسونس ان سوغ ان، مفهوم؟ ما عليناش. دونك اف بريم خصني ندرس الاشاره ديالها، عندي اف معرفه ليا على اغ، او اف بريم حتى هي عندي معرفه ليا على اغ، ما عندي فيها حتى شي اشكال. نعوض اكس باش ما عبطو، ما عنديش مشكل. يعني دونك اشاره اف هي اشاره هادشي اللي الفوق، مفهوم؟ اشاره اف هي اشاره هادشي اللي عندي الفوق، وعندي الفوق انا في انت كتنعدم ليا اف بريم. اف بريم دو اكس كيساوي لي زيرو ايكيفالون كو ان موان، يكفي ان ان موان اكس يساوي ليا زيرو، مفهوم؟ يعني شنو؟ يعني اكس غيساوي ليا لو ان، مفهوم؟ يعني ابخي لو ان، يعني يكون عندي جوج حالات. في حالة اكس اكبر من واحد، اذا كان اكبر من واحد فان اف بريم انفيريور ا زيرو، وفي حالة اكس انفيريور ا ان امبليك كو اف بريم سوبيريور ستريكتومون ا زيرو، مفهوم؟ يمكن لكم تعوضوا، يعني تاخذوا واحد القيمه اكبر من واحد، يعني خذوا جوج، نفترض ان خدينا دو، المهم نديروا او تساوي لا، المهم ما عليناش حنا ماشي مشكل، حيتاش اف بريم في النقطه واحد ذات الافصول واحد اف دو واحد تقبل مماسا افقيا. حنا ما غاديش ندخلوا في الدراسه الداله، حنا غير بغينا الرتابه ديال اف ونشوفوا المجال اللي بغينا ندرسوه، يعني موان زان زيرو لاش كينتمي ليا، ما عليناش. كيف ما قلنا يكفي انك تاخذ واحد النقطه اكبر من أو واحد القيمه اكبر من واحد وتعوض في اف بريم. خدينا 2 1 موان 2 سي موان زا، يعني اف بريم راه نيجاتيف، تاخذ 3 4 تبقى ديما انفيريور ا زيرو، دونك اف بريم من بعد اكس اكبر من واحد راه اف بريم راه نيجاتيف، و اكس انفيريور ا 1 يعني تاخذ واحد القيمه باش تاكد، خذ واحد القيمه اصغر من واحد، يعني خذ زيرو، لا عوضنا بزيرو تعطيك لو ان، عوضنا بموان زان تعطيك موان، موان سي بلوس يعني ان بلوس ان سي دو يعني بوزيتيف، مفهوم؟ ما عليناش. دابا لقينا واحد الانترفال، لقينا واحد المجال او مجالين ديال الرتابه ديال اف، دونك حنا بغينا المجال اللي هو موان زان زيرو. موان زان زيرو اش من مجال اش كينتمي ليا؟ كينتمي ليا المجال اكس انفيريور ا 1، مفهوم؟ و اكس انفيريور ا 1 عندي اف بريم بوزيتيف، يعني في المجال اكس ينتمي الى موان لانفيني ا، فعندي هذا المجال هذا، ف اف راها تزايد يقطع كرواسون، مفهوم؟ دونك هني لقيت الرتابه في المجال اللي هو ام موان لانفيني، والمجال موان زان زيرو ضمن هذا المجال ديال موان لانفيني ا، ياك؟ دونك يعني نمشي نرجع للسؤال اللي من قبل، اللي هو مهما يكون اكس ينتمي الى موان زان زيرو، الشيء شنو كيعني ليا؟ ان اكس اونتخ موان زان اي زيرو، ياك؟ يكفي ندخل اف على الاطراف كاملين، يعني اف دو اكس اونتخ اش واش، عندي اف تزايدية قطعا، يعني يمكن لي ندخل اف، وعندي متصلة، راها متصلة الشباب، ياك؟ ما ننساش هاد المسألة هادي، يعني يمكن لي ندرس الاتصال ديالها ونلقاها متصلة، ما عندي فيها حتى شي مشكل. دونك اف دو موان زان اف دو زيرو، ما غاديش نغير هاد القيم هادو، ما غاديش نغير هاد لي بورن، مفهوم؟ حيتاش عندي اف كرواسونت، مفهوم الشباب؟ دونك اف دو موان زان شنو هي؟ نعوض في اف، عندي اف دو اكس اللي هي هادي، ياك؟ اف دو اكس هادي مشتقة، ولكن راه هي اشتقاق ديالها، باقي ما تلقاش اشتقاق. اف نعوض بموان زان، الا عوضت بموان زان هنايا ان موان زان سي زيرو، يعني كانت كاملة زيرو، مع هاد الموان زان تبقى لي على برا، يعني تبقى لي موان زان، ياك؟ انفيريور ا اف دو اكس كتبقى في اكس، انفيريور ا اف دو زيرو، نعوض الزيرو في اف دو اكس، عوضت الزيرو تعطيني لو ان، زيرو هنايا لو ان، يعني ان سوغ لو غاسين دو ان سي ان، ان موان ان سي زيرو، يعني انفيريور ا زيرو، مفهوم الشباب؟
دونك ومن هو بينت بأن اف دو اكس راه محصورة ما بين موان زان اي زيرو، دونك اف دو اكس تنتمي إلى موان زان زيرو، مفهوم الشباب؟ ومنه فإن اف دو اكس سمحوا لي أو اف ديال المجال موان زان زيرو راه ضمن موان زان زيرو، مفهوم؟ الصورة ديال المجال كتبقى ضمن داك المجال نفسه، مفهوم؟ يعني خدينا واحد أي عنصر خديناه ما بين موان زان وزيرو، فإن الصورة ديال هادوك القيم كاملين اللي ما بين زير ناقص واحد وزيرو كتبقى أنت ناقص واحد وزيرو، مفهوم الشباب؟ هادشي اللي كنعنيو بهاد لا كونديسيون هادي، مفهوم؟ ندوزو دابا السؤال اللي من بعد، اللي هو أظن أنه دراسة الرتابة، أو بالأحرى استنتاج أن U1 أونتخ موان زان U0، هذه غير مجرد استنتاج، مفهوم؟ يعني كيف ما بينا بأن X أونتخ موان زان U0 نبينو عندنا بأن F دو X أونتخ موان زان U0، ياك الشباب؟ دونك إلا عوضت X بـ U1، أو بالأحرى اسمحوا لي، دونك عندي هنا ليكيفالونس، ياك هنا بيناها بليكيفالونس، ياك يعني يمكن لي نرجع، عندي اف دو اكس اونتخ موان زان اي زيرو، ياك الا عوضت اكس ب يو ان، اف دو يو ان غتكون اونتخ موان زان اي زيرو، باش نلقاوها غنحاولو نديرو غنستنتجوها بهاد الطريقة هادي، ولكن خص نحاولو نستعملو الترجع، يعني نبينو بأن ناخدو أن نبينو بأن يو ان اونتخ موان زان زيرو، أو نفترضو أن يو ان اونتخ موان زان زيرو، دونك موان يو ان اونتخ موان زان زيرو، ونبينو بأن اف دو يو ان اونتخ موان زان زيرو، يعني اف دو يو ان اللي هي يو ان بلس ان، نشوفو كيفاش. دونك من أجل الحد الأول شنو هو؟ الحد الأول عندي اللي هو زيرو، من أجل ان كتساوي زيرو، يو ان أو يو زيرو أش كتساوي؟ موان زان دومي. واش كتحقق ليا انها اونتخ موان زان زيرو؟ فغي، حيت موان زان راه موان زان دومي راه اكبر من موان زان واصغر من زيرو، مفهوم الشباب؟ دونك لكون او من اجل الحد الاول راه تحققت ليا المتفاوته. ندوز دابا نفترض ان يو ان محصوره ما بين موان زان و زيرو، ونبينو ان يو ان بلس ان اونتخ موان زان زيرو، مفهوم؟ و يو ان بلس ان، دونك عندي يو ان بلس ان راه كتساوي ليا اللي هي اف دو يو ان، حيتاش ديجا عندي يو ان بلس ان كتساوي ليا اللي هي ان بلس يو ان سيغ لو غاسين ديال ان بلس يو ان مربع موان زان، اللي هي ديريكتومون اف دو اكس، اف دو اكس عندي اللي هي ان بلس اكس سيغ لو غاسين ديال ان بلس اكس او كاري موان زان، يعني الا عوضت اكس ب يو ان تعطيها لي نفسها، مفهوم؟ دونك اف دو يو ان اش كتساوي ليا؟ عوضت ان اكس ب يو ان يعني ان بلس يو ان هي الفور غاسين ديال ان بلس يو ان او كاري يعني موان زان ديريكتومون اللي هي يو ان بلس ان، مفهوم؟ دونك انطلاقا من هادشي اللي عندنا، دونك عندي اف دو يو ان ان اف دو يو ان كتساوي يو ان بلس ان، يعني لدينا باش كنبدا بالافتراض، لدينا ان يو ان محصوره ما بين ناقص واحد و زيرو، سو كي امبليك ان اذا دخلت اف على العجب كامل اف دو يو ان نفس لا كونديسيون نفس القضيه اللي درنا من قبل باش بينا، مفهوم؟ خدينا ان دابا خدينا يو ان اونتخ موان زان اي زيرو، نبينو بان اف دو يو ان اونتخ موان زان اي زيرو، يعني ندخل اف على موان زان وندخل اف على زيرو، مفهوم؟ و اف كيف ما كنعرفوا بانها تزايديه قطعا في المجال ام ولا انفيني، يعني بالضبط في موان زان زيرو غتكون اف راها تزايديه، ما عنديش فيها شي اشكال، يعني ما غاديش نغير لي بورن، اف دو يو ان كتساوي ليا اللي هي يو ان بلس ان، كيف ما شفنا ان اف دو موان زان حسبناها من قبل عطاتني اللي هي موان زان، و اف دو زيرو يعني شفناها من قبل انها كتساوي ليا زيرو، مفهوم الشباب؟ دونك ومنه ان يو ان بلس ان راها ان في اونتخ موان زان اي ان، دونك راها بينا هاد العجب هذا، دونك افترضنا هادي وبينا ان يو ان بلس ان اونتخ موان زان اي زيرو، دونك ومنه فان يو ان
entre moins 1 et 0. مفهوم الشباب؟ هذه هي لا كونكلوزيون. ندوزو دابا السؤال اللي من بعد، اللي هو كنظن بأنه هو الرتابة. دراسات الرتابة، ثانيا دراسة رتابة اود ان. دونك الرتابة ديال اود ان باش كنبينوها الشباب، باش كنحسبوا، باش كنحددوا الرتابة ديال اود ان. باش نحسبوا الرتابة كنديروا اود ان بلس ان موان اود ان، كنحسبوها مهما يكون ان ينتمي الى ان. فهم؟ نعوض ب اود ان بلس ان، اش كتساوي ليا؟ اللي هي ان بلس اود ان سور لو راسين ديال ان بلس اود ان مربع موان ان، ياك ناقص اود ان. كيف ما كنشوفوا الشباب هنايا، اني المهم هي ان بلس اي ان سور لو راسين ديال ان بلس اي ان مربع موا، الا عوضت بلو موا هنا عطيني اللي هي موا ان بلس اي ان. مفهوم؟ عندي ان بلس اي ان وعندي ان بلس اي ان، يمكن لي نعمل بها هي ان بلس اي ان فاكتور. فاكتور الاولى اللي هي تبقى لي واحد على لو راسين ديال ان بلس اي مربع موان زان. مفهوم؟ دونك خصني نعرف ان هاد يو ان بلس ان موان يو ان اللي كتساوي لي هاد العجب هذا، خصني نعرف واش اكبر من زيرو ولا اصغر من زيرو. مفهوم؟ باش نحاول ندرس هاد القضيه هادي، عندي شي حاجه من قبل شفتها في السؤال اللي من قبل، ان يو ان محصوره ما بين موان زان و زيرو. دونك الى جيت حسبت يو ان مربع غيكون بون اونتر زيرو اي ان. هادشي كيعني ليا بان يو ان مربع اكبر من زيرو، ياك تا هادي متفقين عليها ان يو ان مربع انطلاقا من هادي انها اكبر من زيرو، ياك الى زدت ليها واحد الان زائد واحد اش تعطيني؟ انها اكبر من واحد، ياك الشباب. انا بغيت نجبد، بغيت نأطر هاد اللوغاسين ديال ان بلس ان يو ان او كاري، ندخل جذر مربع كيبقى نفسه انه اكبر من جذر مربع دو واحد، كيبقى اكبر من واحد، ياك. الى درت المقلوب ديالو واحد على لوغاسين دو ان بلس يو ان مربع، غادي تقلب المتفاوتة غتولي انفيريور ان، ياك الشباب. دونك ها هي ان سوغ لوغاسين ديال ان بلس يو ان مربع ناقص واحد، ندي واحد للطرف الاخر غتولي ليا ان واحد على لوغاسين ديال ان بلس يو ان مربع ناقص واحد يولي انفيريور ا زيرو. مفهوم؟ دونك هادشي اللي عندي وسط الاقواس راه انفيريور ا زيرو، ياك الشباب. بقات لي غير هاد لابارتي هادي، هاد لابارتي هادي ديال ان بلس يو ان انطلاقا من هاد العجب اللي عندي. دونك يو ان عندي اكبر من موان زان، ياك هي يو ان اكبر من موان زان، ياك الشباب. إلا زدت ليها أن الأطراف بجوج غتولي يو أن بلوس أن أكبر من زيرو، متفقين على هادي. دونك هادي عندي أكبر من زيرو وهادي عندي أصغر من زيرو، الجداء ديالهم اللي هو هذا، دونك جداء ديال عددين مهم، هذا ستيكتومون بوزيتيف هذا ستيكتومون نيجاتيف، يعني جداء ديالهم انفيريور أ زيرو. دونك يو أن بلوس أن موا يو أن راه نيجاتيف، مفهوم؟ انفيريور أ زيرو. مفهوم الشباب؟ ومنه يو ان بلس ان انفيريور يو ان، دونك ومنه يو ان راها باينه انها تناقصيه متتاليه تناقصيه. مفهوم الشباب؟ دونك دابا ندوزو السؤال اللي من بعد، هو استنتاج ان يو ان متقاربه. كيف ما كنعرفوا ان باش نستنتج او باش نعرف بان واحد متتاليه انها متقاربه، يكفي من مصادق التقارب ان اذا كانت اف أو يو ان متتالية تزايدية ومكبورة فإنها متقاربة، أو إذا كانت تناقصية ومصغورة فإنها متقاربة. عندي يو ان راها تناقصية، واش عندي مصغورة؟ بطبيعة الحال، حيتاش عندي بما أن يو ان تناقصية، ياك، ومصغورة. علاش؟ حيتاش عندي ديجا يو ان راه محصورة ما بين موان زان وزيرو، ياك. باش مصغورة أنا مصغورة بموان زان ومكبورة بزيرو،
دونك التناقصية هو مصغورة بمونزا، هذه كتعني بأنها مصغورة بمونزا، مصغورة بناقص واحد، مفهوم؟ مصغورة يعني هذاك العدد راه صغير من يو ان، هادشي باش كنعنيو مصغورة بواحد العدد يو ان مصغورة ب ا، فإن ا أصغر من يو ان، يو ان مكبورة ب بي فإن بي أكبر من يو ان، كيف ما عندنا هنا زيرو أكبر من يو ان، دونك فإن يو ان راها مكبورة بزيرو، مفهوم الشباب؟ دونك بما أن يو ان راها تناقصية ومصغورة ب يو ان فإنها متقاربة مهما يكون ان ينتمي الى ان، فهم؟ ندوزو دابا السؤال اللي من بعد اللي هو حل في اغ المعادله، دونك حل المعادله اف دو اكس كتساوي اكس مهما يكون اكس ينتمي الى اغ، فهم؟ هادشي عندي يكافي ان نعوض اف دو اكس اش كتساوي لي هي 1 بلس اكس سور لو راسين ديال 1 بلس اكس كاري موان 1 اي تيغالا اكس، دونك نقص x للبارتي الاخرى هي 1 بلس x سور لو راسين ديال 1 بلس x كاري موان 1 موان x كتساوي ليا 0، ياك الشباب؟ كيف ما شفنا في ان عملنا كيف ما شفنا هذا الشكل هنا عملنا ب ان في الطريقه في هذه لا كونديسيون بحال هذا الشكل هذا، عملنا ب 1 بلس ان نفس القضيه، غنحاول انني نخرج انهم جداء ديال ديال دو فاكتور تيغال ا زيرو، دونك الا عملت بلو موا تعطيني موا عامل لو ان بلوس اكس، فهم؟ دونك عندي ان بلوس اكس ان بلوس اكس يمكن لي نفاكتوريزي بيه، دونك ان بلوس اكس فاكتور، هنا غيبقى ليا ان سور لو راسين ديال ان بلوس اكس كاري موان زان، ياك الشباب تيغال ا زيرو، دونك جدا دو فونكسيون ايتيغال ا زيرو، دونك هذا ايتيغال ا زيرو او هذا ايتيغال ا زيرو، دونك يكافي ان ان بلس اكس ايتيغال ا زيرو او يكفي واحد فيهم كيساوي ليا زيرو او ان سور لو راسين ديال ان بلس اكس كاري موان زان ايتيغال ا زيرو، دونك سو كي ايكيفالون كو اكس ايتيغال ا موان زان او دونك ندي لو ان لبارتي الاخرى ايت ايغال ا، نضرب في لو راسين ديال 1 بلس اكس كاري في الطرفين بجوج غتعطيني اللي هي كتساوي، المهم دونك اكس ايت ايغال ا موان زان او لو راسين ديال 1 بلس اكس كاري ايت ايغال ا 1، مفهوم؟ نضرب هادشي في او كاري رفع هادي اوس اثنان تعطيني اللي هي اوس اثنان ايكيفالون كو اكس ايت ايغال ا موان زان او 1 بلس اكس كاري ايت ايغال ا 1، مفهوم؟ تخلز لي ا مع ا تبقى لي اكس كار اكس ايتيغال زيرو، مفهوم؟ دونك حل المعادلة، حل المعادلة اف دو اكس ايتيغال اكس، حل المعادلة اف دو اكس ايتيغال اكس هما مجموع الحلول او الحلين اللي هما اكس ايتيغال ا زيرو اي زيرو اي موان زان، نبداو بموان زان هو الاول اللي زيرو، مفهوم الشباب؟ دونك هاد المعادلة كتقبل حلين اللي هما موان زان اي زيرو، دونك انطلاقا من هاد العجب هذا كيف ما شفنا في الدرس ان اذا كانت كتحقق ان الحل المعادلة هو التقارب او هي نهاية يو ان، ياك؟ ولكن هنا عندي حلين صعيب باش نلقى، يعني خص نلقى يو ان في لاش كتنتمي بالضبط، اش من مجال بالضبط، يعني واش سوبيريور ا زيرو ولا المهم نشوف كيفاش، اذا كانت اكبر او تساوي زيرو او انفيريور ستريكتومون ا زيرو، دونك عندي في السؤال اللي من قبل ان بون السؤال اللي من بعد عندي بين ان ليميت ديال يو ان انفيريور ا موان زان، نشوفوا الجواب اذا تعجب هذا، دونك السؤال اللي من بعد ب اللي هو بين اللي نبين ان ليميت في بلس انفيني ديال يو ان راه انفيريور ايغال ا موان زان دومي، مفهوم الشباب؟ دونك كي غندير لهاد العجب هذا، ديجا عندي بان يو زيرو كيساوي ليا موان زان دومي، ياك الشباب؟ وعندي يو ان تناقصية قطعا،
إلا كان التناقص هي قطعا يعني يو زيرو أكبر من يو أن، أكبر من يو دو، أكبر من يو تروا، أكبر أكبر حتى يو أن، وسير حتى لانفيني ياك الشباب. دونك شنو كيعني ليا؟ بأن كل ما أن أو يو ديال لانفيني ياك، باش ما نغلطو، يعني كيف ما كنشوفوا ان كل ما ان غادي كيمشي لانفيني راه كيبقى ديريكتومون او كيبقى ستريكتومون انفيريور ا يو زيرو ياك الشباب. دونك ومن هو ان الليميت ديال يو ان راه انفيريور ا موان زان دومي، مفهوم الشباب؟ دونك بما ان يو زيرو او يو زيرو ايتيكال ا موان زان دومي، و ليميت في لانفيني ديال يو ان انفيريور ا يو زيرو، ومنه ليميت ديال يو ان راه انفيريور ايكال ا موان زان دومي، مفهوم الشباب؟ دونك احنا بينا بان يو ان راه مو انفيريور ا موان زان دومي. دونك دابا يمكن لي نستنتجو النهايه ديال يو ان. دونك انطلاق السؤال اللي من بعد هو استنتاج النهايه، نهاية يو ان ياك، نهاية يو ان انطلاقا من الدرس شفنا بأن اف إذا كانت اف بون متصلة كتحقق لي هذا الشرط أن اف متصلة، و اف دو اي انكلي دون يو يعني اف دو موان زان زيرو ضمن موان زان زيرو، هادو بيناهم. اف راه متصلة يعني راه ديجا حنا شفنا بأنها قابلة للاشتقاق وداك العجب، متصلة و يو ان راه متقاربة، بينا بأن يو ان راه متقاربة. دونك تلاقى مع هاد تخوا كونديسيون، فإن اف دو يو ان لي كتساوي ليا يو ان بلس ان، هاد يو ان هاد لي كتحقق ليا هاد العجب هذا بعلاقتها بإف، فإن نهاية يو ان هو حل للمعادلة اف دو اكس ايتيغالا اكس، وهاد حل للمعادلة عندها حلين اللي هو موان زان و زيرو ياك الشباب. دونك خص الليميت راه كتكون واحدة، ما كتكونش بزاف ديال الليميت، كتكون ليميت واحدة. يو ان عندها واحد الليميت، يا اما موان زان يا اما زيرو، ولكن بما ان بنفس السؤال السابق ان ليميت في لانفيني ديال يو ان راه انفيريور ايغال ا موان زان دومي، يعني انفيريور قطعنا زيرو ياك، يعني زيرو ما كاينش في يو ان، ليميت ديال يو ان بلس انفيني تخالف زيرو. دونك هادشي امبليك ليا ان ليميت ديال يو ان تخالف الزيرو ياك. دونك زيرو حنا حيدناه كيبقى ليا موان زان، ومنه ليميت في لانفيني ديال يو ان كيساوي ليا ديريكتومون اللي هو موان زان، مفهوم الشباب؟ وصلنا دابا للنهاية ديال ليكزارسيس، نتمنى يكون هذا الشيء مفهوم شوية، واخا هو تسرعت شوية في هذا ليكزارسيس، ولكن نتمنى ان يكون هذا الشيء مفهوم. يعني راه لحد الساعة ما كانت وصلت حتى شي أسئلة، يعني كنظن بأن كلشي الأمور واضحة. المهم خليكم على خير، والسلام عليكم، والسلام عليكم.